حاطط دي الكميه اللي انا اقدمها للحمام بتاعنا، هضيف عليها طبعا خل التفاح، على كل لتر بضيف سنتي واحد بس خل تفاح. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده باذن الله حلقتنا هتكون عن حبه البركه، وجبه مهمه جدا انك انت لازم تستخدمها مع الحمام بتاعك ولو مره كل اسبوع. وطبعا حبه البركه اللي هي متعارف عليها بالحبه السوداء دي مهمه جدا للحمام بتاعنا، وكنا ذكرناها قبل كده في جدول الوقايه بالاعشاب للناس اللي هي طبعا بتحب تشتغل مع حمامها بالاعشاب. ودي افضل حاجه وانا بفضلها، ان احنا لو اشتغلنا حتى بالاعشاب مع الحمام بتاعنا هتقي حمامك كتير جدا من اي امراض باذن الله. بس قبل ما ابدا الفيديو بتاعي ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه تحت في اسفل الفيديو، وما تنساش تضغط اللايك، ويا ريت تفعل زر الجرس عشان فيديوهاتي توصل. حبه البركه يا جماعه بتحتوي على مجموعه من الفيتامينات، فيتامين ا و ب وفيتامين سي، زائد ان هي كمان بتحتوي على مضاد للسموم. يعني لو انت بتدور على مضادات السموم اللي هي طبعا بتبقى غاليه جدا، هتلاقيها طبعا في حبه البركه ان شاء الله باذن الله مضاد سموم قوي جدا. كمان فيها كمان عناصر معدنيه كتيره جدا زي المغنيسيوم، الكالسيوم، المنجنيز، الحديد، الفسفور، بتعمل وقايه للحمام بتاعك من الامراض التنفسيه. برضه في حالات طبعا عندك بتيجي للحمام بتاعك بتبقى زي كحه، حشراجه، الكلام ده بدون اي امراض طبعا بتقضي عليها تماما لو انت بتقدمها للحمام بتاعك. حبه البركه بتساعد على تنشيط جهاز المناعه، يعني لو الفرد بتاعك جهاز المناعه بتاعه قوي صدقني مش هيجي له اي امراض ان شاء الله. بتساعد في التهاب المفاصل اللي هو طبعا بيجي نتيجه مرض السلمونيلا اللي هو الباراتيفود اللي هو بيجي بعد مرض السلمونيلا، بتلاقي عندك الفرد واقف بيعرق بعد ما بتعالجه، بتلاقي طبعا تدلف الجناح، كل ده حبه البركه ان شاء الله هتقضي عليه. طيب عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، دي الحاجات اللي احنا عرفناها عن حبه البركه. نشوفها دلوقتي برضو اهي كده يا جماعه. حبه البركه زي ما انتم شايفين كيس اهو بنجيبه من العطار، ده ثمنه حوالي 5 جنيه. بتقول له انا عايز ب 5 جنيه حبه بركه اللي هي الحبه السوداء اللي احنا اتكلمنا عليها، وبناخد معلقه زي دي كده اهو، برضو ده الشكل بتاعها تمام. بناخد بقى معلقه زي دي كده من حبه البركه وبنحطها على لتر ميه، بنسيبها منقوعه فيه، ودي الطريقه اللي انا بفضلها، بسيبها لمده 12 ساعه او 8 ساعات على الاقل، بتسيبها منقوعه. وبنجيب ازازه خل تفاح زي دي كده، بناخد سنتي على لتر ميه ونسيبها تتنقع لمده 12 ساعه او 8 ساعات على الاقل، ونبدا بعد كده نقدمها للحمام بتاعنا. ودي كده يا جماعة حبة البركة اللي انا نايحها، وان شاء الله هقدمها للحمام بتاعنا. ايه برضو حبيت اوريها لكم اهو، حاطط دي الكمية اللي انا اقدمها للحمام بتاعنا، هضيف عليها طبعا خل التفاح، على كل لتر بضيف سنتي واحد بس خل تفاح. بكون طبعا معطش الحمام بتاعي يا جماعة، وابدأ اقدمها للحمام بتاعي. بسيبها بقى منقوعة كده شوية. في طريقه تانية ممكن انك انت برضو تلاقي زيت حبه البركه، لو انت حابب انك انت تدي مباشر في الفم برضو ممكن تلاقي زيت حبه البركه، تلاقيها ازازه قد دي كده في نفس الحجم ده كده، بتاخد منها نص سنتي لكل فرد في الفم مباشر للفرد بتاعك تمام. برضو ممكن انك انت تستخدم حبه البركه، برضو انك انت ممكن تستخدم حبه البركه على الكلفة، لو حابب انك انت تستخدمها على الكلفة مثلا كل 5 كيلو هتحط معلقة زي دي كده على الكلفة للحمام بتاعك. ولكن بعض الحمام ممكن ما ياكلهاش وبعضه ممكن ياكلها، فانا بفضل ان انا اقدمها على المية زي ما احنا قلنا بالطريقة اللي احنا قلناها. حبة البركة دي لو الحمام كلها يا جماعة، لو الحمام اتغذى عليها وخاصة لو عندك زغاليل هتلاقيها برضو بتساعد في زيادة حجم الزغاليل، يعني حبة البركة هتساعدنا كمان في زيادة حجم الزغاليل بتاعنا. كده يا جماعة بكون نهيت حلقتي معاكم، واتكلمت على حبة البركة وفوائدها، ويا رب كده أكون قدرت أقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسناش في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناة، دعما لي ودعما للقناة، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.